بداية احنا بالتأكيد هنستمتع مع حضرتك النهاردة بصوت حضرتك، في سواء بالنسبة للتلاوة والإنشاد والإبتهال، ولكن البداية نفسها لحضرتك كانت ازاي؟ البداية كانت طبعا منذ الصغر، يعني منذ وأنا في سن 9 من عمري، الحمد لله أكرمنا الله عز وجل بحفظ القرآن. وطبعا العامل الأساسي كان في الموضوع والدي ووالدتي جزاهم الله عني خير الجزاء. طبعا زي ما حضرتك عارف احنا تربينا طبعا زمان كده في بيوتنا إذاعة القرآن الكريم شغالة كده طول اليوم ما بتتقفلش، فكان والدي طبعا يسمعني طبعا كثيرا الإذاعة المصرية ومشايخنا العظام رحمة الله عليهم، فمن هنا كانت البداية والفتح الحمد لله. ازاي سعيت انك تكون موجود في الإذاعة المصرية بصوتك زي الشيوخ والمنشدين اللي كنت بسمعهم وانت صغير؟ هو طبعا اي قارئ او مبتهل بالنسبة له الإذاعة دي اللي هي المنارة، يعني اللي هي القمة، فده كان حلم والدي والدتي. فأنا الحمد لله سعيت وتعلمت واتدربت وذاكرت ودخلت الامتحانات، الحمد لله ربنا كان يعني في توفيق وتيسير وتم ونجحت الحمد لله. أنا بطلع هواء وعندي إن شاء الله حفلة على الهواء مباشرة أول يوم العيد إن شاء الله بعد أذان المغرب إن شاء الله. خلينا نبدأ كده بحاجة من اختيار حضرتك نبدأ بيها الفقرة ونسعد بقراءة. طبعا احنا بمناسبة النهاردة أول أيام المباركة إن شاء الله نقرأ آيات الحج إن شاء الله، يبقى خير مستفتح لهذه الحلقة المباركة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير عند المشي
الشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن صدق الله العظيم.